النهارده يا شباب هيبقى أول درس معانا إن شاء الله تعالى. الأولاني أو الدرس اللي بنتكلم فيه النهارده، الدرس ده بيتكلم عن أول حاجة، إيه هو الكمبيوتر؟ يعني إيه كمبيوتر؟ فكرة عمله وإيه سبب اختراعه؟ ليه اخترع الكمبيوتر؟ يعني ليه الناس أو البشر اخترع الكمبيوتر؟ إيه فكرة عمله أو فكرة اختراعه أو سبب اختراعه يا شباب؟ خلاص طيب، ايه فكرة عمله او سبب اختراعه او الكلام ده كله؟ هو اسمه ايه؟ اسمه كمبيوتر. اسمه كمبيوتر، كمبيوتر بالعربي يعني حاسب آلي، الحاسب الآلي ده الترجمة اللفظية ليه. والاسم بتاعه الحاسب الآلي او الحاسوب بالعربي لو الترجمة اللفظية فعلا لكلمة كمبيوتر، كمبيوتر يعني حساب او بيحسب، جهاز بيعمل حساب. ايه ده؟ سموه بالاسم ده اول ما اخترعوه يا شباب، عشان كان اول ما عملوا اول جهاز كمبيوتر يا شباب كان قد المبنى يعني المبنى الكبير بتاع بيتكم، او مبنى كبير، مبنى مثلا زي مبنى كده دوره خمس ادوار. يعني اول كمبيوتر اخترعوه في التاريخ قد مبنى كده خمس ادوار، لو شفت مبنى خمس ادوار كده هو قده. كان جهاز كبير كده عاملينه لسبب واحد، ايه ده؟ بناء على اسمه، يحسب، عاملينه يعمل عمليات حسابية. بس ايه ده؟ كانوا عاملينه بيعمل جمع وطرح وقسمة وضرب والحاجات دي كلها، بيعمل بس 500 عملية حسابية، من 500 ل 1000. واحد يقول لي يعني ايه 500 ل 1000 دي يا شباب؟ يعني ولا حاجة. ايه ده؟ الآلة الحاسبة الصغيرة اللي ممكن تلاقيها في الآلة او السوبر ماركت، واحد جايبها كده حتة صغيرة كده قد كده، الآلة الحاسبة الصغيرة جدا دي في اي بقاله او في اي حاجه تلاقيها موجوده، الاله الحاسبه دي بتعمل مليون واكتر، بتعمل مليون عمليه حسابيه واكتر. العمليه الحسابيه يا شباب فيها معناها 1 + 1 = 2، دي اسمها عمليه حسابيه. متخيلين ان هم اخترعوا اول كمبيوتر كان في اواخر الخمسينات، حجمه قد المبنى، قد مبنى خمس ادوار، عشان خاطر بس يعمل 500 عمليه حسابيه بس. وقتها كان طفل الموضوع ده، كان وقتها طفل، فهم سموه كمبيوتر ان هو ده السبب بتاع اختراعه، ان هم يخترعوا حاجه تقدر تجمع وتطرح زي الانسان. خلاص طيب، بناء عليه ده اول درس هنتكلم عليه، درس اسمه فكره عمل الحاسب او مبدا عمل الحاسب، بس حاجه اسمها مبدا في عمله او فكره عمله. فكره عمله اللي احنا قلناه، هم عملوه ليه؟ ايه سبب ان هم عملوا الكمبيوتر؟ لو عايزين نعرف ليه عملوا الكمبيوتر او فكره عملوه بناء على ايه، يعني بشكل اصح، يعني ثانيه واحده شباب،
ماشي يا شباب، طبعا برضه هنرجع نكمل كلامنا. طبعا زي ما قلت من شويه، الكمبيوتر ده اخترعوه عشان يعمل عمليات حسابيه بس، واحد زائد واحد خمس. اول واحد كان 500 او 1000 عمليه حسابيه. طيب ايه فكره العمل اللي بنوها عليه؟ يعني هم بيعملوه اعتمدوا على ايه؟ ايه الحاجه اللي اعتمدوا عليها؟ لما جم يخترعوا الكمبيوتر شباب، اعتمدوا على الانسان. ايه ده؟ احنا لسه قايلين من شويه ان الانسان لما جم يخترعوا الكمبيوتر عايزين يعملوا جهاز بيحسب ويجمع ويطرح زي الانسان. شافوا الانسان بيتعلم ازاي، يعني بصوا كده للانسان، اي انسان، اي انسان في الكون عشان يتعلم اي حاجه من ضمنها الجمع والطرح اللي احنا عايزين نعمل حاجه زيه، بيتعلم ازاي؟ قعدوا يشوفوا الانسان بيتعلم ازاي وبداوا يمشوا بالخطوات دي. طبعا واحد يقول لي ايه ده، احنا هقول دلوقتي كلام في الحياة، يعني كلام كده دردشة هنربطه بعد شوية بالكمبيوتر. يعني الكلام اللي هقوله دلوقتي ده هيتربط بالكمبيوتر، هنربطه انت بتستخدمه في البيت. اول حاجة لقوا ان الانسان، اي انسان في الكون يا شباب، عشان يتعلم اي حاجة راح يدرس طب، هندسة، يدرس رياضيات، يدرس لغة، يدرس اي حاجة. اي شخص في الكون عشان يتعلم اي حاجة، اي حاجة، يتعلم اي حاجة، لازم عشان يتعلم الحاجة دي يكون في معلومات عن الحاجة دي مدخلة. لازم تجيب معلومات عن الحاجة دي خلاص عشان يتعلمها. ايه ده؟ هتعلمه هندسة، لازم تجيب له معلومات عن الهندسة. عايز تعلمه طب، لازم تجيب له معلومات عن الطب. عايزه يبقى بيلعب كورة، عايز تعلمه لغة، انجليزي، اي لغة، اي حاجة، لازم تجيب معلومات عن الحاجة دي. طريقة تعليم أي إنسان كده. طيب وكفاءة أو أداء أو دقة المعلومات اللي أنت هتجيبها له دي خلاص هتأثر في تعليمه. يعني إيه؟ مش فاهم، أوضحها لك دلوقتي. لو أنت داخل كلية أو جامعة هندسة مثلا أو طب، دخلت جامعة كده ولا طب، دخلت الكلية دي فيها دكاترة بقالهم كتير، يعني عندهم معلومات كتير، خبره، وبيشرحوا بقالهم كتير، وبيعملوا عمليات جراحيه كتير، وانت في الطب مثلا وكده، او مهندسه بيعملوا حاجات هندسيه كتير، وبيدي محاضرات للطلبه اللي موجودين. هل الدكتور ده هيبقى عنده معلومات اكتر من دكتور تاني خلاص في جامعه تانيه لسه متخرج حديث، لسه متخرج كده من الكليه جديد، ولا عمل مثلا لو في طب معانا مع عمليات، ولا لو لسه متخرج حديث؟ اكيد اكيد المعلومات اللي عنده وكفاءة المعلومات اللي عنده مش زي الشخص اللي بقاله سنين. فبناء عليه الشخص او الدكتور او الجامعة اللي فيها الدكتور اللي عنده معلومات كتيرة هتأثر في عملية التعلم. اه طبعا الناس اللي بتسمع الكلام من ده غير ده. فلقوا ان المعلومات في التعليم، في اي حاجه خاصه بالانسان، في تعليم الانسان اللي هتدخلها في التعليم، هتجيبها في التضارة عشان تعلمه الحاجه دي، مهمه جدا، مهمه جدا ان عشان تتعلم حاجه معلومات، والمعلومات دي عشان تدخلها خلاص لازم تكون كفاءتها عاليه عشان برضو تعليمه يبقى كويس. لو كفاءتها مش قد كده التعليم بتاعه مش هيبقى كده. طيب دي اول نقطه في التعليم بتاع الانسان. طيب ماشي، ايه تاني؟ لقوا ان المعلومات دي عشان الانسان يتعلم، المعلومات دي بقى مالها؟ بتخش فين؟ بتروح فين؟ الانسان عشان يتعلم اي حاجه بتروح فين؟ بتروح للعقل. العقل بتاع الانسان ايه ده؟ عشان الانسان يتعلم اي حاجه خلاص لازم المعلومات دي تخش العقل. بمعنى انا بقول دايما مثال في الحته دي في برضه في الحياه. طبعا واحد يقول لي ايه ده، هنربطها بالكمبيوتر، هتفهموا كل الكلام ده في الكمبيوتر ايه صلاته بيها. بس اول ما اخترعوا الكمبيوتر اللي انا بكتبه ده يا شباب، او اللي انا بقوله ده، هي فكره العمل، هي دي اللي اعتمدوا عليه فعلا. دلوقتي مثلا انا جبت دكتور، زي ما قلت المعلومات المدخله، هي المعلومات، جبت دكتور عنده معلومات جامده جدا، اللي هو بقاله كتير وخبره وبيدرس وبيعمل عمليات جراحيه وبتاع، عنده معلومات جامده، وجبته في جامعه بيشرح في قاعه فيها طلبه كتير قوي. الدكتور اللي عنده معلومات جامده دي خلاص لو قعد يشرح من هنا ل 20 سنه قدام مثلا، او هنا للسنه الجايه ايا كان المده، يعني قصدي قعد يشرح
القاعة اللي هو بيشرح فيها دي فيها ترابيزة، فيها ترابيزة وكراسي، وممكن يكون في القاعة دي واحد مختل عقليا مجنون. ايه ده؟ اه ممكن يكون في واحد اللي بيشرح لهم مجنون مختل عقليا، وفي واحد زيه زيك عادي، يعني ما فيهوش حاجة، دماغه زيه زيك عادي، عقله زيه زيك. وممكن يكون في القاعة دي واحد رابع اللي هو عبقري، دماغه عبقرية يعني ذكي جدا. الدكتور اللي عنده معلومات كتير ده، تمام، كفاءة معلوماته عالية كتير أوي، يعني جبنا دكتور عنده معلومات جامدة جدا، هيشرح. لو قعد يشرح من هنا لعشرين سنة قدام، الترابيزة اللي في القاعة أو الكراسي اللي في القاعة دي هتفهم حاجة أو هتعمل حاجة أو هتعمل أي شيء؟ لا طبعا، استحالة. إيه ده؟ ده جماد ما فيهمش عقل، ما فيهمش إيه؟ عقل. يعني المعلومات ملهاش لازمة لو مش هتخش في عقل. لو المعلومات دي قاعد يقولها الدكتور لترابيزة الكرسي للكلام ده كله ولا ليها قيمة، لازم تخش في عقل. طيب الدكتور ده نفسه زي ما قلت من شوية هو بيشرح كده، في واحد مختل عنده عقل بس العقل بتاعه مختل عقليا، يعني مجنون، عنده عقل بس مجنون، قاعد يشرح، يشرح في القاعة. برضه الدكتور ده لو قاعد يشرح من هنا 20 سنة قدام المختل عقليا او المجنون ده اللي عنده عقل بس مجنون، يعني العقل بتاعه متدمر، هل المجنون ده برضه ممكن يعمل حاجة؟ هل هيفهم حاجة؟ هل مثلا يروح يعمل عملية جراحية لو هو في الطب مثلا؟ لا برضه مش هلولوش لازمة. فالمعلومات لو دخلت في عقل بس العقل، عقل بس العقل ده خلاص ملوش لازمة أو مختل أو ملوش لازمة. في نفس الوقت الإنسان العادي اللي زيه وزيك يا شباب، اللي زينا وزيكم، إنسان عادي زيه وزيك، الدكتور لما هيشرح إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ ممكن يشرح له مرة يفهم شوية، أشرح له مرة تانية يفهم كويس، مرة تالتة يفهم قوي. معنى كده ان الانسان العادي ده مثلا اللي عنده عقل زيه زيك، عقل بسيط، لما تخش له المعلومات الكفاءه عاليه دي، المعلومات اللي الكفاءه عاليه دي تخش على عقله العادي هتشتغل، هيبقى تمام الحمد لله كويس. لكن لو جه بقى الدكتور شرح للرابع اللي انا قلنا عليه اللي هو الذكي، قاعد في القاعده ذكي، الدكتور ممكن يشرح من اول مره حاجه معلومه، المعلومه كفاءتها عاليه دي تخش في عقل الذكي ده، الراجل الذكي ده، وممكن الذكي ده يفهمها من أول مرة ويستنتج حاجة كمان، يستنتج معلومة كمان. ده بسبب إيه؟ بسبب إن العقل بتاعه كفاءته عالية. فدلوقتي لقوا إن الإنسان أول خطوتين، إيه ده؟ أول خطوتين، أول حاجتين في تعليم أي إنسان، أي إنسان عايز يتعلم أي حاجة، أي فعلا أي عايز تتعلم أي حاجة، أي حاجة في الكون إن شاء الله. لو عايز تتعلم تعلم طفل صغير ازاي يشرب وياكل ويعمل، اه هي النقط دي. ايه ده؟ لازم يبقى عندهم في معلومات يتعلمها، معلومات مدخله، معلومات هتدخلها له، هتقولها له، هتلقنها له، هتقول له جدول الضرب، هتقول له الحساب، هتقول له المعلومات دي لازم تكون كفاءتها كويسه عشان يتعلم كويس. والمعلومات دي لازم تدخل في الخطوه الثانيه، ايه هي؟ العقل، يكون عنده عقل، وكفاءة العقل ده هتأثر، هتأثر في أداء فهمه. طيب ليه بقى، ليه بقى أنا بجيب معلومات خلاص وأدخلها في عقل البني آدم أو الإنسان اللي بيدرس دوت؟ ليه؟ ليه الدكتور اللي في الجامعة بيشرح للطلبة ويخش المعلومات في العقل؟ ليه السبب؟ السبب عشان الحاجة الثالثة والأخيرة من العملية كلها، إيه ده؟ عملية التعلم أو التعليم الإنسان، الحاجة الثالثة، المرحلة الثالثة أو العملية الثالثة، إيه هي؟ المخرجات، أو من الآخر المخرجات، أو كصح النواتج، يعني إيه ده؟ الناتج. أنا دلوقتي دكتور جامعة في كلية الطب، عندي معلومات كاملة زي ما قلت، معلومات كويسة جدا جدا جدا، شرحتها لطلبة عقلهم حلو جدا 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 جدا، بس الطلبة دي بشرح لهم ليه؟ أنا ليه بقى بدلهم المعلومات دي في عقلهم؟ بشرح لهم المعلومات دي عشان هم لو مثلا بيدرسوا طب هيطلعوا، وده الأساس بقى، النواتج للفايدة، عشان يطلعوا يعملوا عمليات
جراحية وعمليات للمرضى او يعالجوا المرضى او اي حاجة، او لو هم في هندسة مثلا معلومات هندسية بديها في عقلهم عشان يطلعوا يعملوا حاجات هندسية، او بعلمهم الرياضيات الجمع والطرح عشان اوديها لهم في عقلهم عشان بعد كده لما حد يسألهم مثلا 1 + 1 كام يعرفوا الحساب ويقولهم 2. يعني من الاخر ده السبب الاخير او العملية الاخيرة، انا بعمل العمليتين دول عشان اوصل لان هو في الاخر يتعلم ويخرج يعمل مخرجات يطلع لي حاجة استفيد منه بحاجة، الطالب استفيد منه بحاجة او الشخص اللي انا بعلمه ايا كان استفيد منه بحاجة. الناس اللي جم يخترعوا الحاسب طبعا بقى ايه الكلام اللي انا قلته ده كلام في الحياة، تعالوا نربطه في الكمبيوتر بقى عشان تفهموا ايه الغرض منه في الكمبيوتر اساسا. الناس اللي جم يخترعوا الكمبيوتر لقوا ان الانسان عشان يتعلم اي حاجه في الكون حتى مثلا الرياضيات، هو اول جهاز كمبيوتر عملوه زي ما قلت كانوا مخترعينه عشان بس يعمل عمليات حسابيه جمع وطرح والحاجات دي، فلقوا ان الانسان عشان يتعلم مثلا الجمع والطرح لو عايزين يعرفوا لقوه معتمد على الثلاث عمليات الاساسيه دول، الثلاث حاجات دول، عمليه اسمها ادخال اللي هي تدخل المعلومات، وعمليه اسمها العقل اللي بيخش معلومات اللي هي العقل دي في اسمها المعالجه انه بيدخل المعلومات جوه عقله وبيعالجها، وعمليه اسمها الاخراج ان بعد ما يدخل المعلومات في عقله بعد ما يخش المعلومات في عقله يستخدمها بعد كده ويطلعها يخرجها يستفيد منها الناس. التلات عمليات دول ادخال معالجه اخراج دي اسمها العمليات الاساسيه للحاسب يا شباب. ايه ده؟ دي اللي اعتمدوا عليها هم بيصنعوا الكمبيوتر. ايه ده؟ عم يجي يصنعوا اي كمبيوتر يا شباب اعتمدوا على الثلاث حاجات دول. واحد يقول لي يعني اعتمدوا على الثلاث حاجات دول ازاي؟ تعالوا نشوف كده عشان نفهم. لقوا يا شباب بصينا اي جهاز كمبيوتر، اي جهاز كمبيوتر لو جبت اي جهاز كمبيوتر وسالت اي واحد فيكم دلوقتي الكمبيوتر اللي قدامك، واحد يقول لي الكمبيوتر ايه؟ الكمبيوتر العادي اللي هو زي اللي في الصور اللي قدامكم ده اللي هي مثلا الصوره دي، الكمبيوتر ده اللي هو فيه شاشه اهو وكيبورد وماوس ايا كان، الكمبيوتر العادي اللي قدامكم اللي فيه كذا صوره قدامكم فيه، الكمبيوتر العادي ده يا شباب اللي فيه شاشه وكيبورد وماوس، انا لو دلوقتي جبت كمبيوتر اي كان اهو ده مثلا او ده اي حد وشلت منه الماوس، يعني جبت الكمبيوتر ده مثلا كده فكيت الماوس، انت لو عندك كمبيوتر في البيت شلت الفار او شلت الكيبورد ايه ده؟ لو انت مشغل جهاز كمبيوتر عندك في البيت فكيت الكابل بتاع الماوس والفار خلاص فكيتهم هما الاثنين، فكيت الكابل بتاعه مثلا الماوس والفار خلاص لوحة المفاتيح، لو فكيتهم من الكمبيوتر الكمبيوتر هيفضل شغال، الكمبيوتر هيفضل شغال، بس هل انت لو قعدت قدام الكمبيوتر من غير كيبورد وماوس هتعرف تعمل حاجه؟ هتعرف تشتغل على الكمبيوتر اصلا؟ يعني الكمبيوتر اساسا هيشتغل؟ لا، هتبقى قاعد مش عارف لا تفتح حاجه ولا تشغل حاجه ولا تسجل حاجه ولا اي حاجه ولا تدخل اوامر، ايه ده؟ ما الكيبورد والماوس متشالين قاعد قدامه كده شغال ومفتوح بس مش عارف تفتح ولا تشغل حاجه، مش عارف تدخل اي حاجه. فبناء عليه ما ينفعش الكمبيوتر من غير كيبورد وماوس. طيب ماشي، طب افرض مثلا انت قاعد قدام الكمبيوتر برضو خلاص بتاعك وشلت الشاشه. الشاشه كابل الشاشه من ورا، يعني الشاشه اللي مربوطه دي الشاشه اللي يعني اللي هنا دي اهي. شلت الكابل بتاعها، ايه اللي هيحصل؟ الكمبيوتر هيفضل شغال، ايه ده؟ لو انت فاتح حاجه في الكمبيوتر، لو انت جرب كده في الكمبيوتر اللي عندك مثلا، لو انت فاتح حاجه فاتح وورد اكسل لعبه وشلت الكابل بتاع الشاشه الكمبيوتر هيفضل شغال، بس ايه اللي هيحصل؟ الشاشه هتطفي مش هتشتغل. طيب هل انت لو قعدت بقى على الكمبيوتر والشاشه مش شغاله او الشاشه شايل الكابل بتاعها الكمبيوتر شغال اوكي، بس انت مش هتعرف تشغل حاجه، مش هتعرف تفتح حاجه، مش هتعرف تعمل حاجه، ليه؟ مش شايف الحاجه اللي انت بتشغلها، مش شايف الشاشه اللي انت مش شايف الحاجه اللي انت بتفتحها، مش شايف صوره الحاجه، الشاشه مطفيه. عشان كده مفيش كمبيوتر ينفع من غير شاشه، لازم الكمبيوتر فيه شاشه بيعرض لك انت بتعمل ايه،
انت بتشغل ايه، بتدوس ايه، بتفتح ايه، لو مفيش شاشه مش هتعرف. الكمبيوتر بقى شغال. طب تعالى اول حاجه بقى تالته بقى، افرض انت السي بي يو ايه دي العلبه الكبيره الحلوه دي اللي هي بشاور عليها بالماوس، دي اللي هي اللي بتبقى تحت، بيسموها الكيس او بيسموها بالعربي وحده المعالجه المركزيه، السي بي يو او وحده المعالجه المركزيه. السي بي يو ده او وحده المعالجه المركزيه اللي انا بشاور عليها دي يا شباب دي، خلاص هل انت تقدر تفك الكابلات بتاعتها من الكمبيوتر دي بقى؟ لا، دي لو فكيتها اصلا، لو فكيت الكابلات بتاعتها السي بي يو دي، الكمبيوتر اصلا مش هيبقى شغال، هيطفي الكمبيوتر. مش هيطفي. اللي عايز يفهم، دي لو فكيت الكابلات منها وانا مشغل الكمبيوتر، ايه اللي هيحصل؟ الكمبيوتر هيطفي، الكمبيوتر هيطفي، مش هيبقى شغال اساسا. ايه السبب؟ السبب ان ما فيش، الكمبيوتر ما ينفعش يشتغل من غير وحده معالجه، من غير الكيسه دي، لو دي مش شغاله او انت فاككها مش هتشتغل، الكمبيوتر مش هيشتغل اساسا. ايه ده؟ ايه صله بقى الكلام اللي انا بقوله دلوقتي اللي انا قلته من شويه؟ هو نفس الكلام، مفيش كمبيوتر من غير لوحة مفاتيح، من غير لوحة مفاتيح ولا فار. ايه ده؟ اول كمبيوتر اخترعه، مش قلت الفكرة العمل بتاع الكمبيوتر؟ اول ما اخترعوا الكمبيوتر قالوا لازم يبقى فيه جهاز، او دول اسمهم جهاز ادخال، لازم يبقى فيه جهاز هيدخل المعلومات اللي انا بقول عليها دي اللي عايز ادخلها. ايه ده؟ لازم يكون فيه كيبورد وماوس. عملوا الكيبورد والماوس دول او الجهازين دول، عملوهم عشان يقدروا يدخلوا المعلومات والاوامر للكمبيوتر. ما يعني مش هتعرف تدخل المعلومات والاوامر للكمبيوتر، او مش هتعرف تدخل حاجه للكمبيوتر، حتى النظام اللي انت هتفتحه على الكمبيوتر او تحميل البرنامج او اي حاجه على الكمبيوتر، لازم يبقى فيه كيبورد وماوس، لازم يكون فيه جهاز ادخال. دول لو مش موجودين مش هتعرف تدخل حاجه، مش هتعرف تدي اوامر، مش هتعرف تدخل اي حاجه الكمبيوتر، تدخل اي امر او معلومات او اي حاجه. فلازم عشان دي تتحقق يكون في جهاز ادخال، على الاقل لوحه المفاتيح والفار. وعشان دي برضو تتحقق المعالجه، عمليه المعالجه والعقل، فراحوا قال لك لازم نعمل عقل. ايه ده؟ وده ليه قصه طويله، يعني الدرس بتاع النهارده دي بدايه. لكن العقل ده او وحده اسمها وحده المعالجه المركزيه، ايه ده وحده المعالجه المركزيه؟ لا انا لسه موريه لكم، السي بي يو، العلبه اللي تحت، العلبه الاساسيه اللي انت بتدوس زرار الباور او زرار الطاقه بيشغل الكمبيوتر. العقل دي، العقل ايه دي جواها حاجات كتير كده زي ما موجود في الصوره كده هنا اهو، حاجات دي كلها موجوده في الصوره دي، هنشرحها بعدين، يعني دي هنتكلم عليها، ليها تفصيل شرح كتير قوي عليها بعد. لكن اللي انت لازم تعرفه دلوقتي ان لقوا ان لازم نعمل عقل، عشان يعملوا عقل خلاص يحطوا فيه بقى، يعني يعمل معالجه وكده، فعملوا وحده المعالجه المركزيه. ما ينفعش الكمبيوتر من غير وحده المعالجه المركزيه، من غير جهاز وحده معالجه مركزيه، ما ينفعش من غير. عشان كده الكمبيوتر زي ما قلت من شويه، ما فيش من غير كيبورد وماوس. واحد يقول لي، واحد يرد عليا يقول لي طب التابلت، التابلت ما فيهوش كيبورد وماوس ويعتبر كمبيوتر. خلي دي بعدين، دي حاولها في اخر المحاضره، يعني ممكن اقولها في اخر المحاضره او المحاضره الجديده بكره ان شاء الله. خلي التابلت ده على جنب، لكن نتكلم على جهاز الكمبيوتر العادي. جهاز الكمبيوتر العادي ما ينفعش من غير كيبورد وماوس، هتفكهم هيفضل شغال قدامك بس مش هتعرف تعمل حاجه. وما ينفعش الكمبيوتر اصلا من غير وحده معالجه مركزيه، السي بي يو، لازم العقل. ولقوا ان لازم نعمل حاجه تعمل اخراج، تطلع النواتج، تطلع المعلومات اللي انا بدخلها للكمبيوتر. انا دلوقتي عامل كمبيوتر هدخل فيه عمليات الجمع والطرح والقسمه والحاجات دي كلها اللي انا عايز اعملها، هدخلها له في العقل اللي هو هيتخزن فيه المعلومات دي، الجمع والطرح والحاجات دي كلها، عشان هو بعد كده يطلع لي الناتج. عشان لما يطلع لي الناتج هطلعه لي فين؟ انا هعرف هشوفه فين؟ انا هشوف الحاجه اللي بعملها فين؟ فلازم يبقى في جهاز لعمليه الاخراج، الشاشه. ما ينفعش كمبيوتر من غير شاشه، هتشيل الشاشه الكمبيوتر هيفضل شغال، مش هيطفي على فكره، بس ملوش لازمه، مش هتعرف تعمل حاجه، ملوش لازمه، هتعمل ايه؟ انت تشغله ازاي؟ انا دلوقتي عمال ادخل معلومات او ادوس على الماوس، انا فاتح الكمبيوتر وطفي الشاشه وعمال ادوس على الماوس، بتدوس على ايه؟ بتدوس على الماوس على ايه؟ بتدوس على ايه؟ بتفتح ايه ولا بتعمل ايه؟ ما تعرفش انت بتدوس على ايه؟ لازم تفتح الشاشه عشان اللي بتدوس عليه، الحاجه اللي بتدخلها تخش هنا وتظهر لك في الشاشه، تخش في المعالجه وتطلع لك في الشاشه وتشوف انت بتعمل ايه.
عشان كده الكمبيوتر ما ينفعش من غير وحدة معالجة أو عملية، سوري، وحدة إدخال، جهاز إدخال، عملية إدخال، سميها بقى سما تسميها، دي العملية الأولانية. لازم جهاز إدخال، لا إما وحدة مفاتيح الأفار، هما لازم موجودين، ولازم يكون على الأقل في وحدة معالجة، السي بي يو، الكيسة اللي تحت ليها مليون اسم، اللي هي العلبة اللي تحت دي اللي فيها الحاجات كتير، مكونات كتير هنتكلم عليها بالتفصيل في المقدمة دي، هنتكلم ايه المكونات اللي جوه اصلا. ولازم يكون فيه شاشة. اي كمبيوتر عندك في البيت، واحد يقول لي التابلت، تاني التابلت، حتى التابلت فيه الكلام التلاتة دول، التابلت لازم يكون فيه التلاتة دول. ازاي؟ هشرح بقى بعدين، تفهمها بعدين. لكن الكمبيوتر العادي حتى لازم يكون فيه التلاتة دول، مفيش كمبيوتر من غير التلاتة دول. لازم ادخل واحدة المفاتيح وفارة، ولازم السي بي يو اللي تحت ده اللي بتربط بيهم، ولازم السي بي يو ده يتربط بشاشة عشان يبقى كمبيوتر، عشان يبقى اسمه كمبيوتر. من غيرهم مش هتعرف تشغل الكمبيوتر، مش شاشة، مش كمبيوتر، ملوش لازمة، ملوش قيمة. ده أول درس يا شباب معانا، اللي هو اسمه العمليات الأساسية للحاسب، أو فكرة عمل الحاسب. يعني العمليات الأساسية، الثلاث عمليات دي اسمهم العمليات الأساسية، أو فكرة عمله، أو مبدأ عمله، عمله إزاي. طيب ده الدرس الأولاني. طيب هنوقف دلوقتي يا شباب، عشان طبعا زي ما انتم شايفين فوق عداد فلوت شايفينه، الجلسة 40 دقيقة. هنقفل وهعمل ربط تاني، وهتدخلوا تاني مرة تانية يا شباب على المحاضرة، عشان بس هيفصل دلوقتي، وهشرح الجزء التاني من الايه، الدرس التاني من المحاضرة، او الجزء التاني من المحاضرة. هقفل دلوقتي وهخش تاني، هتخشوا يا شباب عشان خاطر نكمل، عشان هو خلاص هيفصل الجلسة دي.